توقعاتها قد خطيرة. كيف بدي صدق انه ماشي؟ ماني معي حسب انشاء قصر المؤتمرات. يا شايفين كل وفود العالم رايحه لعنا مشان قصر المؤتمرات؟ ليش قصر المؤتمرات؟ ليش بده يكلف؟ وشو بده يرد على الدوله اللبنانيه؟ منطرح مشروع معين بتعرفي على انه ما في نيه انماء بلبنان، في نيه صرف مصاري. نعم. واغراق الدوله بالديون. طب هل من مصلحة رئيس الحكومة يغرق الدولة بدون هو مسؤول عنه؟ ما بعرف. هو مسؤول عن حكومة. يا أخي ما تقولي ليش واحد إذا ما بيعرف بيغلط. أنا هيدا عم قلك هيدا محضر. محضر بالواقع تبعنا. نحن الليرة اللبنانية تبعنا هلأ هي كارثة. إذا بده يسدد الديون على أساس السعر الحالي، سعر صرف الليرة الحالي، بده كل اللبنانية بعدين يدفعوا الفرق. لأنه الليرة بدها تنهار حكما. يا بتنهار قبل تسديد الديون والمودعين بيتحملوا الفرق الخسارة، أو بتنهار بعد تسكير الديون العامة وبتنهار وبيدفعوها كل اللبنانيين، لأنه بالنتيجة وقت بتنهار سعر الليرة كل اللبنانيين بيدفعوا من الضرائب. هلأ حاليا عاطي سعر وهمي للليرة، عاطي سعر وهمي للليرة. ليش بده يحافظ على سعر الليرة؟ ليش مين عم يدفع الفرق؟ أنت وأنا. وقت عم يدفع فايدة كذا بالمية على ديون الدولة حتى يحافظ على قيمتها، أنت وأنا عم ندفع، يعني من عائلية الخزينة عم نختم الدين. كل هالأمور هايدي عم تجرنا نحو تراكم العجز وزيادة العجز، ما نوصل لمرحلة الإفلاس. الوضع كل ما فل صاحب المشروع بسرعة، كل ما كان مدة الخروج من المأساة اللي جاية أقصر. لأنه بدأ نوع من التقويم الجديد، بدك نوع من بسموه audit، تحقيق كنترول بسموه بالفرنسية كنترول فينانسي، يعني مراقبة مالية لمصروفات الدولة. العجز جاي مش بس من الديون والمشاريع غير المنتجة، هي بحد ذاتها المشاريع الكبيرة غير المنتجة. نحن